والشعر ينقسم إلى قسمين، إلى شعر مظهور وشعر غير مظهور. فالشعر غير المظهور إذا صب عليه بهذا القدر من الماء 3 غرفات من المتيقن أنه يخالطه الماء ويدخل فيه، وبالأخص إذا كان الإنسان يدلكه ويحكه. وذلك مثل اللحية الكثة، فإنها لا يجب تخليلها، ولكن يجب غسل ظاهرها، ويحكها الإنسان حكا شديدا حتى يصل الماء إليها، لأن الماء ينبو عن الشعر في بدايته. ولذلك يقول بعض الفقهاء: وللكثيفة من الحك الشديد لا بد، وذا حكم مفيد. أما اللحية الخفيفة التي ترى البشرة من تحتها فلا بد من تخليلها. والرسول صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحيان يكون شعره غير مظهور، وقد روي عنه ظهر بعضه حتى لا يتدلى على جبهته، فذلك من تمام الرجولة في ذلك الوقت، وكان معروفاً لدى العرب. والظفر قسمان: ظفر شديد وظفر رخو. فالظفر الشديد لا بد من تليينه حتى يدخله الماء، والظفر الرخو يكفي مجرد نقعه في الماء حتى يدخل فيه. والظفر أيضا ينقسم إلى قسمين: ما كان بنفسه وما كان بخيوط خارجية. فما كان بنفسه هو الذي ذكرنا حكمه، ينقسم إلى القسمين، إلى الشديد واللين. وما كان بخيوط فهذه الخيوط تنقسم إلى قسمين: ما كان بثلاثة خيوط فصاعدا، وما كان بأقل من ذلك. فما كان بأقل من 3 خيوط فإنه مثل العدم، مثل ما ليس فيه خيط، كأنه لم يجعل فيه شيء، فيكون إذا كان شديدا لا بد من نكثه وتليينه، وإذا كان خفيفا فينقع في الماء حتى يتأكد أنه وصل إليه. أما ما كان ب3 خيوط فصاعدا فهذا لا بد من نكثه بكل حال. وهذا في الغسل، والوضوء أيضا يلحق بذلك في بعض الجوانب، لأن المسح ليس مثل الغسل. والمسح قد ذكر الخلاف فيه: هل يلزم أن يمسح الإنسان كل رأسه أو بعضه؟ وذكرنا أن الجمهور يرون أن الباء للإلصاق يمسحه برؤوس، أن الجمهور يرون أن الباء للتبعيض، وأن المالكية يرون أنها للإلصاق، وأنهم يرون أنه لا بد من مسح جميع الشعر المسترخي، وأنه يدخل اليدين تحته في رد المسح حتى يعلم أنه قد مسحه جميعا. وهذا التفصيل قد نظمه بعض الفقهاء، فقال: إن في 3 خيط يضفر الشعر فنقضه بكل حال يعتبر، وفي أقل إن يكون ذا شدة فالنقض للطهرين صار عمدة، الطهرين أي الغسل والوضوء. وإذا كان لغير بغير خيوط فإن كان شديدا لا بد من تليينه ونكثه حتى يدخله الماء، وإن كان غير شديد فيكفي نقعه حتى يدخله الماء. وهذا كله يرجع إلى القاعدة التي ذكرنا سابقا، وهي: الشعر والظفر هل كالمنفصل أو كالمتصل؟ لأنه إذا كان كظاهر البدن فيلزم غسل ظاهره دون باطنه، ولا يلزم حينئذ تخليله ولا تتبع ما تحته من البشرة. وإذا كان كالمنفصل فلا بد من غسل البشرة تحته، ولكن لا يلزم غسله هو جميعا على ذلك القول.